السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلاة الله وسلامه على إمام المرسلين قائد الغر المحجلين إمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم أحينا على ملته، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن زكريا، عن يحيى بن زكريا عليه السلام في القرآن، وأخبرنا أنه آتاه الحكم صبيا، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون: خذ الكتاب بقوة، أي خذه بجد وحرص واجتهاد، لأن الأمر ثقيل، أمر النبوات أمر ثقيل، أمر صعب، أمر يحتاج إلى صبر وابتلاء. يحيى عليه السلام قطعت رقبته مهرا لبغي، فانظروا إلى كيف للأمر قد يكون أن يكون. لابد للأمر من صبر وتحمل. والكتب السماوية ليست كتبا هينة، هذه كتب من الله سبحانه وتعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد وحرص واجتهاد. الأمر ذاته سبق إلى موسى من قبله عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. خذ التوراة بقوة يا موسى عليك السلام، خذها بقوة، بعزيمة ونية صادقة. الأمر ليس فقط للأنبياء فقط، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن بني إسرائيل طولبوا أيضا أن يأخذوا الكتاب بقوة، فقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. استقبلوا التوراة بقوة، بحرص، باجتهاد، ابذلوا فيها الوقت، تعلموها، تدبروها، احفظوها، طبقوا ما فيها، علموها لأولادكم. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، استمعوا للأمر بجد. قالوا، وكان جوابهم بئس الجواب، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا ليس إيمانا، هذا ليس إيمانا من يزعم أنه مؤمن ثم لا يأخذ كتاب ربه بقوة. يا أهل القرآن خذوا القرآن بقوة، خذوا كتابكم بقوة، احفظوه وافهموه وتدبروه، علموه أنفسكم وعلموه لأولادكم وزوجاتكم، طبقوه في بيوتكم واحملوا أنفسكم عليه حملة. الأمر جد لا هزل، خذوا الكتاب بقوة. لابد للمسلم أن يكون جادا في حياته، حريصا على وقته، لا وقت عنده كثير للهزل ولا للتفاهة. سيدنا عمر بن الخطاب ينسب إليه قول يقول: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا، لا في أمر الدنيا ولا في أمر آخرة. يعني جد في الدنيا أو جد في الآخرة، يكون عملك الآن في دنيا أو آخرة، لا تقضي وقتك في التفاهات، في مشاهدة ما لا يفيد، في متابعة الماجريات، أخبار لا تهمك ولا تعنيك، لا تقدم ولا تؤخر. كن جادا في حياتك، أيامك معدودات. الإنسان خلقه الله مجبولا على حب الدعة والراحة والهدوء والسكينة والبعد عن مواطن الجد والعمل والاجتهاد. أبونا آدم عليه السلام لما اختبر في الشجرة، شجرة واحدة، فعصى الله سبحانه وتعالى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، كانت تنقصه العزيمة على أن يحمل نفسه حملا على اجتناب الشهوات وعلى عدم طاعة الشيطان، على طاعة إبليس، لكنه تاب فتاب الله عليه. وهذا حالنا نحن بني آدم، نخطئ فنتوب. الصحابة الكرام خير الأجيال، خير القرون. لما جاءت غزوة العسرة بعد فتوحات كثيرة وجهاد طويل وتضحيات، لم نضحي أحد منا منها شيئا ولا ظفر الصحابي، تضحيات عظيمة. ثم فتحت عليهم الدنيا قليلا، ثم جاءتهم غزوة في شدة الحر، غزوة العسرة، غزوة تبوك في شدة الحر ومع اقتراب الثمر ومع العدو الأكبر على كوكب الأرض، الروم. الله سبحانه وتعالى يعاتبهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. مش تثاقلتم، اثاقلتم، كأنكم التصقتم بالأرض التصاقا، كأنكم محملين بالأثقال، اثاقلتم إلى الأرض. هذا حال الصحابة. والله سبحانه وتعالى يخبرنا العلاج في نفس الآية: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الدنيا تافهة، لا قيمة لها سوى ما تفعله فيها من عمل صالح تلقى الله عز وجل به. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالجد في هذه الحياة، أيامك معدودات والثواني وعقارب الساعة تدق، أدرك عمرك قبل أن ينقضي. المنافقون يا إخوة يتعاملون مع الحياة بمنتهى الاستهتار، كأنها طرفة أو مزحة أو كأنها يعني شيء تافه لا قيمة له، فيسخرون مما لا يسخر منه، ويخدعون، يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ثم يتعاملون مع العبادات التي هي مواطن الطاعات، اللي هي مواطن القرب من الله سبحانه وتعالى، التي مواطن جمع الحسنات، التي ينبغي أن تكون فيها أقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني مزحة، يلا نصلي ركعتين ونمشي. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو ليس جادا أصلا كي يبذل الجهد ليعرف طريق الحق، هو يبحث عن الغالب ويبقى معه. لو غلب المشركون لذهبوا إليهم وقالوا كنا معكم، لو انتصر المسلمون لقالوا ألم نكن معكم. فلذلك يا إخوة لابد أن تكون جادا في حياتك، تعرف دينك حق المعرفة، تبني مبادئك التي لا تتنازل عنها، تعرف حدودك أين هي، وتربي من حولك ومن أنت مسؤول عنهم على ذلك. الأمر جد لا هزل فيه. البصيري في بردته الرائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النفس البشرية وكيف أنها يعني دائما تميل إلى الراحة والدعة والكسل والخمول، خمول الذهن وخمول البدن. فيقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نفسك على ما تعودها عليه تتعود، عودتها على الجد وعلى العمل وعلى الإنجاز وعلى أنها تحاسب نفسها ستفعل، وإن عودتها على الكسل والتراخي والعبث وإضاعة الوقت على شاشات التلفزيون أو شاشات التلفاز وشاشات المحمول، وما شاء الله هناك الكثير مما يشاهد مما لا قيمة له لا في حياتك ولا في لا في دنياك ولا في آخرتك، سيضيع عمرك هكذا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. لو تركتها لهواها أضاعتك. وراعها وهي في الأعمال سائمة، لو وجدتها على طريق الجادة تعمل وتجد لما يرضي الله سبحانه وتعالى في دنياك وآخرتك، فأعنها عليه وكافئها على ذلك وشجعها على ذلك. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. لو انتقلت إلى حالة الخمول والكسل فلا تترك لها الحبل على الغارب، قاوم هذا منها. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة خير من الشبع. قد يكون جوعك خير لك من شبعك، قد يكون فقرك خير لك من غناك، قد تكون نفسك لا تصلح إلا بالفقر، فإن غنت فسدت وبعدت عن الله سبحانه وتعالى. فأقمها في الحالين، حالة الغنى والفقر، حالة الجوع والشبع، على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مرضاته وعلى طريق الجادة. احملها على الجد حملا، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. مما يعين الإنسان على أن يلزم طريق الجد ويلزم طريق الاجتهاد والعزيمة هو أن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يدعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. المؤمنون يا إخوة لا يتكاسلون، يدركون أن العمر محدود وأن الزمن قصير وأن الاختبار في لحظة سيسحب منك. لا يعرف أحد منا متى يموت. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين في صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ذهنه دائما مشغول بخشية الله سبحانه وتعالى، مشغول دائما بذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حتى مع فعل الطاعة يخافون أن الله سبحانه وتعالى قد لا يتقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات، كلما وجد طريقا للخير انطلق، أدرك أن هذه فرصة لتحصيل حسنات. هو يراقب حسابه من الحسنات أكثر مما يراقب حسابه البنكي. هو يعرف أن هذا رصيده الحقيقي الذي يدخل معه قبره، وأن سنتا واحدا لا يدخل معه قبره. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عمرك محدود والساعة تدق،
وليس كل عمرك سواء، هناك وقت غنى ووقت فقر، وقت انشغال ووقت فراغ، وقت صحة ووقت مرض. واسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فكيف إذا اجتمعت فيك كلها الخمسة، حياتك وغناك وشبابك وفراغك، كيف تضيع هذا كله؟ هذا هو الزمن الذهبي من عمرك، لا تضيعه. ولو سألت من هو على فراش الموت لقال لك: والله ما كنت لأضيع لحظة من عمري، كنت لأجد في وقت الهزل، ما كنت أصاحب التافهين، ما كنت أصاحب السفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، والله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا يوصينا، أن نجد في مواطن الجد، وأن نعزم في مواطن العزيمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت تجد وتأمر أهلك بالجد في أمر آخرتهم الذي هو الأمر الحقيقي في هذه الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنك تحملهم حملا على إنفاق على تربيتهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الرزق هذا الذي قد تفني عمرك فيه وقد تكون مجتهدا فيه، إن لم تكن مخلصا نيتك لله فقد أضعت عمرك، لأنه أصلا مكفول لك. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الجد في أمور الدنيا مطلوب إن كان يؤدي إلى أمر الآخرة، إن كان يؤدي بك إلى جمع الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هو مدرك تماما أن هذا المال من عند الله سبحانه وتعالى، لا بذكائه ولا بمهارته ولا بعلمه، فلم يقل مثل قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لكنه يعلم أنه من الله، ويعلم أنه مكلف أن ينفقه في سبيل الله فيسلطه على هلكته في الحق. يعرف واقعه ويعرف حاله ويعرف حال أمته، يعرف ما تحتاجه الأمة، فينفق ماله في مواطن ينفع بها أمته ودينه ومحيطه ومجتمعه. هذا الرجل الأول، الرجل الغني. الرجل الثاني الرجل العالم، العالم. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ينشر هذه الحكمة بين أهله، بين مجتمعه، بين إخوانه، يعلمهم العلم الذي تلقاه عن من قبله. هذا حال الإنسان المسلم، مجتهد في أمر الدنيا ومجتهد في أمر الآخرة، وكلاهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يبغي طريقا إلا من حلال، ولا يطلب إلا ما هو فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الجادين والمجتهدين والراضين بقضائه وقدره والعاملين بما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى أوصانا أن نسارع إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. جد واجتهاد في المتوبة هذا أمر سهل جدا، لكن النفس البشرية أيضا تدعونا للقعود عنه، فسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره وعد إليه كل آن. من أسباب المعينة على الجد والاجتهاد التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو لازم إن كنت مؤمنا حقا أن تتوكل على الله في كل عملك. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، غزوة أحد، بعد غزوة أحد لما هزم المسلمون وساء الحال وكذا، يأتي الدرس في سورة آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم عن هذا الخطأ الذي حصل،
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. دائما المؤمن يعزم على الخير ويتوكل على الله، يسأل الله سبحانه وتعالى مرضاته وقبوله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المؤمن الجاد دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن نجاحه ليس من يده بل من يد خالقه. المؤمن القوي، الحديث المشهور تعرفونه جميعا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي إيمانا ثم مالا، قوة، علما، جسدا، بدنا، أسرة، عائلة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن أولا يكون مؤمن إيمانا، أقوى إيمانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، كن جادا في حياتك، احرص على ما ينفعك. لا تدع الآخرين يسيرون لك حياتك، لا تدع الآخرين يتحكمون في مصائرك، احرص على ما ينفعك. ابحث، هي حياتك التي وهبها الله لك، استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تكن مشروعا مشاريع المجتمع الذي حولك، يسيرك كيف شاء. لذلك لابد أن تعرف غايتك من خلق الله سبحانه وتعالى لك أولا، كي تحرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يظل الاستعانة بالله ملازمة لك، والتوكل على الله ملازما لك. واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نقف سريعا في نهاية الخطبة مع أمثلة لجد لكيف كانوا الصحابة جادين في حياتهم. وأنا سأخذ أمثلة الأطفال صغار الصحابة، لأنه هو الشيء المستغرب أن يكون الصغير جادا في حياته، لكن كانوا كذلك. وصغارنا حقيقة هم كبار لو كبرناهم، لو عملناهم كالكبار. نعم لابد من المرح واللعب واللهو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصغار، لكنه أيضا وقت الجد كانوا يجدون. لماذا؟ لأنهم تأثروا بالمحيط الذي حولهم، يعرفون هذا أمر جد لا أمر هزل. زيد بن ثابت رضي الله عنه من كبار الصحابة، من علماء الصحابة، هو كاتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان مرة أخرى في الجمعة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم هو من اكتشفه. تعرفون نحن في عالمنا الآن يقول اكتشف طفلا عنده موهبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أدرك أنه زيد هذا يستخدم لأمر عظيم، وعلمه هذا الأمر العظيم وأرشده إليه وقال تخدمني في كذا، تخدم أمة الإسلام في كذا. يقول زيد بن ثابت في الحديث في صحيح الترمذي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، فقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. زيد أخذ المهمة، استلم المهمة، استلم الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، من القائد، نفذه في سنة سنتين لا، قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. عجيب، هو يريد أن ينفذ المهمة سريعا جدا، لا يريد لليهود أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمته في نصف شهر. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم بلغتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتب لهم بالعربية، يكتب لهم بلغتهم هم، لكي يكون هو المطلع على البنود، هو الذي له اليد العليا. وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. أعجب من هذا موقف يحكيه عبد الرحمن بن عوف، عن يبين لك كيف كان صغار الصحابة، أطفال الصحابة، أطفال لكنهم كانوا رجالا في قلوبهم، كانوا جادين في حياتهم، يعرفون ما هو الأمر الذي يجوز فيه المزاح والأمر الذي لا يجوز فيه المزاح. يعرفون الحياة ليس مقصدها التفاهة، ليس مقصدها برامج تيك توك وغيرها، مقصدها الجد والعمل، مقصدها إرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعته، وإن خالفت المجتمع الذي تعيش فيه. عبد الرحمن بن عوف يحكي، عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، من أوائل من أسلم، من أغنياء الصحابة في غزوة أحد، في غزوة بدر عفوا، في غزوة بدر. يقول واقف الصف فأرى بجواري، سأخرق لهم، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، شابين صغيرين. يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، تمنيت يكون جنبي رجال أشداء يحموني وأحميهم. لم ينتهي الموقف هنا، يقول فغمزني أحدهما
فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ هذا الطفل الأنصاري لم يرى أبا جهل في حياته، سمع عنه فقط. عبد الرحمن بن عوف يتعجب كما تتعجبون، يقول: قلت نعم، ما حاجتك إليه؟ ماذا تريد من أبا جهل؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده. هذا طفل يا إخوة، شاب صغير، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. واحد منا هيموت النهاردة، أحدنا سيموت اليوم. عبد الرحمن بن عوف يقول: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر نفس الشيء، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. يقول عبد الرحمن، طبعا عبد الرحمن بن عوف رجل كبير له خبرة بالمعارك، هؤلاء صغار لم يحضروا معركة من قبل، يعرف أن الأمر ليس بهذا الطريقة، أبو جهل سيكون حوله قريش كلها تحميه. يقول: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه هناك. فابتداراه بسيفهما، انطلق إليه هما الاثنين، هذان الغلامان، فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد أنا قتلته. شرف عظيم أن يقتل هذا الشاب الأنصاري من كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال، وطرده وأرسل في طلبه في الهجرة، وضع له 100 ناقة، وعاداه معاداة لا يعني لم يعاده أحد. قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه لأحدهما، وكان الغلامان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. ما الذي يجعل الطفل أو الصغير بهذه الروح، بهذا الجد، بهذه العزيمة، بهذه القوة؟ أن يكون من حوله يعلمونه هذا، يعلمونه أن هناك مقدسات لا تمس، وهناك خالقا لابد أن تعبده وترضيه وتطيعه، وأنك في هذه الحياة لغاية، وأن حياتك ستقصر، لن تكون طويلة، وأن الحياة الآخرة الباقية التي هي خير هي في الدار الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك الجادين العاملين الثابتين. اللهم علمنا دينك يا رب العالمين، فقهنا في دينك يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وتب علينا ليتوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن شاء الله بعد الصلاة نصلي صلاة الغائب على والدة الأخ علي الكردي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.